السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة حلوة قوي لتقطيع الكرنبة، بالذات لو كانت الكرنبة حجمها كبير، تمام، وكمان لسه صبحة. يعني ايه لسه صبحة؟ يعني لسه جاية من الأرض وبيكون فيها جذوع كده أو عروق ومتداخلة جدا في بعضها كده، ما أناش عارفة أسلكها من بعضها. يعني لو جيت أسلكها هتتكسر مني. فهنعرف طريقة حلوة مع بعض بحيث إن احنا نحافظ على أكبر كمية من الورق من غير ما تتكسر مني. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو. يلا بينا على بركة الله نشوف طريقتنا. أنا بجيب الكرومبة وبجيب السكينة بتاعتي وببدأ أجي عند النص كده أو فوق النص بشوية، بحيث ان انا اخد اكبر كمية من الورق بعيد عن العروق اللي متداخلة في بعضها قوي كده وما اناش عارفة افككها من بعضها. فباجي عند النص او فوق النص بشوية وببدأ اعمل حزام كده وببدأ امشي عليه، بحيث ان انا اخد الف الكرنبة كلها، الداير بتاعها اشقه لنصين، تمام، اقسمها كده وافتحها على نصين، هتطلع معايا بالشكل ده. شايفين قد ايه سهلة جداً؟ وكمان هعرفكم ان احنا مش هنرمي حاجة خالص من الكرنبة، يعني الجذوع اللي هتتبقى دي والعروق اللي هتطلع منها دي هعرفكم نعمل بيها ايه. احنا مش هنرمي منها حاجة خالص وهنعملها بطريقة سهلة جدا. بس اهم خطوة هنا الطريقة اللي انا عملتها دي، بقسم الكرنبة نصين من عند فوق النص بشوية. شايفين دي كلها عروق متداخلة جدا في بعضها وما اناش عارفة اسلكها من بعضها خالص. اللي نزل تحت ده ما فيهوش عروق نهائي خالص، شايفين هتطلع الورقة بورقتها زي ما احنا شايفين كده، واكتر من النص وكله مقاس واحد. شايفين كده؟ شايفين؟ انا حبيت بس اوريكو دي ما فيهاش عروق خالص وهتطلع مع بعضها حلوة كده. وكمان اتقسمت طبعا لقطعة، يعني نصها طبعا، فاقدر ان انا دلوقتي احطها في حلة واقدر ان انا اسلكها واحده واحده بالشكل ده كده، مش هتتكسر معايا، يعني هقدر اتحكم فيها من الطرف ده والطرف ده واسلكها بالراحه كده، تمام. او ممكن تحطيها على طول في الميه بتاعتك اللي بتغلي. طبعا بنسلق الكرنب في ميه بتغلي وفيها معلقه من الملح ورشه من الكمون، تمام كده. شايفين طريقه سهله ازاي كده؟ انا طلعت اكبر كميه من الورق بتاع الكرومبا بدون ما اكسره نهائي. يا ريت تكونوا واخدين بالكم، ورق كله متساوي، الانصاف متساويه وما فيهاش عروق خالص. بتقطعيها بقى هنا بالطريقه اللي تحبيها او بتسلقيها الاول، تمام. انا بس هوريك الطريقه دي، بتجيبي يعني بعرض المحشيه اللي انت بتحبيه طبعا تتحكمي فيه، بتقسمي الورق بتاعك يا بالطول يا بالعرض. بتسلقيه الاول، ماشي، بتقطعيه الاول زي ما تحبي، ويفضل طبعا ان انت تسلقيه الاول وبعدين تقطعيه، ده افضل طبعا. بس انا بس حبيت اوريكم الطريقة معايا دلوقتي، ان انا دلوقتي قدرت اطلع اكبر كمية من ورق الكرنب واحافظ عليها، والجزء اللي فوق ده طبعا فيه عروق كتير جدا، فانا لو كنت اشتغلت وهو موجود فما كنتش هعرف اوصل للنتيجة دي. هتطلع معاكي اكبر كمية من الورق، ورق صريح مفهوش عروق شديدة ولا جذوع، تمام. بتقطعيها بقى على حسب ما بتحبي، على قد ما انت بتلفي المحشية. وزي ما قلتلكو يفضل تسلقيه الاول، يعني بعد ما بنطلعه انصاف كده، تمام، بنسلقه الاول. بتطلعي كمية كبيرة، شايفين انا كده حافظت على اكبر كمية تطلع من الورق بتاعي، ولسه فيه كمان باقي النص اللي انا قطعته ده. هنيجي عند الجزء اللي فيه الجذوع ده ونشوف هنعمل ايه. انا زي ما قلت لكم مش هنرمي حاجه خالص. باجي كده ما بين العروق كده وببدا اقطع، تمام، شايفين، وباخد لجوه شويه والعرق التاني وبرجع تاني اقطع لتحت كده. هي كده بقت سهله معايا خالص، بسلكها بس عشان ما تكونش متماسكه من جوه. دخلي السكينه جوه شويه، هيطلع معاكي الجزء ده. الجزء ده المفروض يتقسم كمان لنصين علشان فيه، شايفين، فيه عروق كده من جوه. فانا باجي برضو عند العروق اللي جوه دي الداخلية وبعرف مكانها وبقسمها لنصين، فبيطلع معايا بالشكل ده. الورق اللي بره ده هيطلع معايا ورق للمحشي، اما اللي جوه المكلكع في بعضه قوي ده، تمام، احنا هناخده نعمل بيه مخللات، تمام.
طبعا مخلل الكرنب معروف وبيتعمل وبيتحط في المخلل ويا جزر ويا لفت ويا فلفل، بيكون طعمه حلو قوي. شايفين انا خدت كده اكبر كمية اقدر اطلعها من الورق للمحشي، تمام، لان الكرومبة بتاعتي كانت حجمها كبير وكمان كانت يعني عروقها متداخلة قوي في بعضها، ما انا مش عارفة اسلكها من بعضها. فالطريقة دي حلوة قوي تخليك تطلعي اكبر كمية من الورق بتاع الكرومب. شايفين كده، شايفين انا باجي عند العروق الشديدة الكبيرة قوي دي وببدأ ان انا اقطع بالمنظر ده وبطلع كمية الورق ده. شايفين انا عملتها ازاي في الاخر؟ تمام كده، وبنكمل كل الكرومبة بالمنظر ده. شايفين كده قدرت اطلع اكبر كمية من الورق للكرومبة، يعني زي ما قلت لكم مش هنرمي منها كتير ولا حاجة، وكمان اللي هيطلع منها احنا بنحطه في المخللات، وهوريكم دلوقتي اللي هيطلع منها هيطلع كمية قد ايه. يعني لو انا كنت حاولت ان انا افككها واحدة واحدة وهي لسه بحالها كده ما كنتش هعرف، لان كل الورق المتداخل ده انا بس حبيت اوريه لكم قد ايه متداخل في بعضه كده، وانا مش عارفة اسلكه خالص من بعضه. وده اللي طلع من الكرومبة، كل العروق مع بعضها كده ويا راس الكرومبة بالمنظر ده. طبعا الجزء اللي انا قطعته في الاول ده كان افضل جزء فيها، لان الورق بتاعها ما فيهاش عروق خالص والورق طالع صريح كده، وقدرت ان انا اسلكه. طلع كمية كبيرة من الورق، وزي ما قلتلك يفضل تسلقيه الاول وبعدين تقطعيه سيور كده وشرايط، بيكون بيسهل علينا خالص المحشي. يعني حتى لو مش معاكي حد بتقطعيه كده الشرايط، وبعدين بقى وانتي بتقعدي تلفي كده بتاخدي كل شريط وتقسميه لورق لصباعين ثلاثة محشي، على قد طبعا المحشية اللي انتي بتقطعيها، على قد صباع المحشي اللي انتي بتعمليه. شايفين كده انا بحاول اطلع اكبر كمية من الورق، مش بنرمي حاجة خالص. طبعا دي الراس واللي فيها الجذوع والعروق الشديدة كده، هناخد يعني منها دلوقتي الاجزاء كده بسيطة نحطها في المخللات. الجزء ده زي ما قلتلكو كان افضل جزء طلع من الكرومبة، بقسمها كده فوق النص بشوية وبعمل لها حزام كده قطعها داير ما يدور، وبعدين بطلع كده. شايفين الورق نازل صريح ازاي، مفهوش خالص عروق شديدة ولا حاجة. شايفين بعد ما بسلقها بقطعها، شايفين جميلة جميلة بجد. الطريقة دي نفعت معايا بالذات ان كان حجم الكرومبة كبير، وانا طبعا ما عنديش حل بالحجم بتاعها الكبير ده ان انا احطها فيها في المية السخنة على طول، فكانت هتغرق الدنيا خالص معايا، مش هتنفع بجد الا بالطريقة دي. كل الورق بقى الناعم اللي هيطلع من الكرومبة والعروق الشديدة الجذوع دي باخدها وبقطعها قطع صغيرة كده. شايفين ده بعمله مخللات عندي، بيكون طعمه حلو بجد يا جماعة. طبعا كلنا عارفين الكرنب المخلل بيكون حلو قوي. بنعمله ازاي؟ لان انا مش هعمله معاكم في الطريقة دلوقتي بنعمل ازاي الكرنب المخلل، بس اهم حاجة الجذوع العروق الشديدة دي اللي عاملة زي راس الكرنبة ما ناخدهاش. يعني بناخد الحاجات قطع صغيرة كده، بجيب بطرمان وبعبي فيه القطع المخلل دي وبحط فيه الفلفل طبعا حسب الرغبة او